علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة الدليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم. حياكم الله الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نستقبل رسائلكم النصية على الأرقام التي تظهر أمامكم، من شركة زين 75-8820، من شركة STC 82700. نبدأ فضيلة الشيخ بالأسئلة. أخونا أبو سليمان يقول: ما حكم خروج الزوجة من البيت بدون إذن زوجها لزيارة الجيران أو للذهاب الحديقة بجانب البيت، يعني مثل ما قال المشاور قريبة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. ما يتصل باستئذان الزوجة من زوجها في خروجها، الخروج له أحوال. نعم. هناك خروج معتاد، نعم، جرت العادة به، لا يحتاج إلى إذن، وهو ما تعرف الناس على قبوله، وجرى العرف بأن الزوج لا يمانع فيه، كخروجها مثلا للعمل إذا كانت عاملة، كخروجها مثلا للطوارئ إذا كانت هناك طوارئ، هذه لا تحتاج إلى إذن. هناك خروج يحتاج إلى إذن في عرف الناس وعادتهم، فهذا لابد فيه من الاستئذان، وذلك لأن المرأة محبوسة على زوجها، بمعنى أنها كالأسيرة عنده، ولا يعني هذا أنه يظلمها أو يحقرها، لا، المقصود أنها كالأسيرة عنده، أي أنها لا تملك التصرف التام بنفسها دون استعماره والرجوع إليه لما له من عظيم الحق عليها. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: وللرجال عليهن درجة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. والصوم معلوم أنه لا يستوجب حركة أو خروجا، لكن هو امتناع عن أكل وشرب قد يفضي إلى القصور في حق الزوج أو عدم إعطائه حقه إذا احتاج إلى ذلك. فلذلك لا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه. وجاء بخصوص الخروج ما يشعر بأن الزوج له حق منع المرأة من الخروج إلا بإذنه، في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله. معنى هذا أن الزوج له حق المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع امرأته عن أن تخرج إلى الصلاة في المساجد، فدل هذا على أن له حقا في خروجها. فلذلك أقول ينبغي أن تستأذن، لكن ما جرى العرف مثل ما ذكرت بأنها لا تستأذن فيه، أو هي تعلم من حال زوجها أنه سيأذن وأنه لا يمانع في خروجها، فعند ذلك لا حاجة إلى الاستئذان. نعم، جزاك الله خير. من ضمن الأسئلة، أحد الإخوة يقول هو عنده عقار يستفيد منها، يعني يستفيد من إيجاراته، يقول إنه يجمع الإيجار لأجل أن يسدد الدين الذي عليه، هل على هذا المال الذي يجمعه لأجل سدد الدين هل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول فيجب فيه الزكاة، هذا الأصل في كل الأموال، أنه إذا حال عليها الحول وهي في يد الإنسان وهي مال زكوي فإنه يجب أن يزكيه. لكن فيما يتصل بتأثير الدين على الزكاة، جمهور العلماء على أنه إذا كان
الإنسان مدينا فإنه يخصم من المال الذي في يده الوعاء الزكوي الذي في يده إذا كان نقودا يخصم منه ما ترتب في ذمته من الديون. فإذا بقي نصاب فما زاد يزكي ما بقي، إذا كان ناقصا عن النصاب فلا زكاة عليه. بمعنى أنه إذا كان الإنسان عنده 100,000 في يده وعليه 100,000 ففي هذه الحال لا يجب أن يزكي هذه 100,000 لأنها تنقص النصاب. وأما إذا كان عليه 100,000 ومعه 50,000 ومعه 150 في هذه الحال 100 ستسقط مقابل 100 فلا زكاة فيها لأنها مشغولة بالدين. لأن ذمتها مشغولة بالدين فيزكي ما بقي وهو 50,000. نعم أحسن الله إليك. هذا قول الجمهور. وهناك تفاصيل أخرى ذكرها بعض الفقهاء في التفريق بين المال الظاهر والمال الباطن، لكن الذي يظهر أنه فيما يتصل بتأثير الدين على الزكاة أنه يؤثر على المال الباطن بجميع صوره وتأثيره في أنه لا يجب الزكاة فيه، بمعنى أنه يخصم ما عليه من دين من المال الذي في يده. أحسن الله إليك. نأخذ بعض الأسئلة من منتدى البرنامج. أخونا علي البركاتي يقول سمعت أن من قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، هل هذا صحيح؟ هذا ورد وذكره أنه في كتاب الأذكار، وهو موجود في جملة من الكتب التي فيها ذكر ما يقوله المؤمن في أذكار الصباح والمساء، لكن الحديثة الواردة فيها ضعيف. نعم. أخونا أبو سارة سأل سؤال هو عبارة عن مشكلة حاصلة، يقول امرأة هداها الله لمنهج أهل السنة والجماعة لكنها في بيئة ليست على هذا المنهج، يقول طبعا لو علموا عنها لا أصبح لها مشكلة كبيرة ولذلك هي تتخفى. أحد الشباب يريد أن يتزوج منها لكن لو علم أهلها بأنه من أهل السنة أيضا يقول إنها سيرفضه مباشرة، يقول هل يجوز له أن يغير مذهبه أمامهم بس حتى فقط يتزوجها ثم بعد ذلك يعلن هذا الأمر أم لا؟ لا أعلم، لأنه أنا ما تصورت كيف سيغير مذهبه. نعم. هو يريد أو هذا أن يظهر أمامهم بأنه ليس متدينا. إذا كان نعم عدم التدين بمعنى يخفي التزامه استقامته فهذا شيء لا بأس به، لكن بمعنى أنه يعني مثلا يقول ذكر مثال أنه هو ملتحي لكن يريد أن يحلق لحيته حتى ما يظهر أمامهم أنه هكذا. مسألة تحتاج إلى تأمل وهذه قضية خاصة لعله يتصل جيد ويكون الجواب مناسبا لحاله. جزاك الله خير. يذكر أيضا أن امرأة متزوجة لديها الحاجبان مقرونان، زوجها يطالبها دائما بأن تحلق هذه ما بين الحاجبين، يقول هل هذا جائز أم لا؟ لا بأس، لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان هذا على هذا الوجه اللي ذكرت اقتران، فالاقتران نوع من أنواع العيبة. نعم. والتشويه، فيجوز إزالته بما يزول به عنها هذا العيب. نعم أحسن الله عليك. إحدى الأخوات ذكرت مشكلة الحقيقة مشكلة مؤلمة لكني سأختصرها ببعض الأسئلة. السؤال الأول، زوجها راتبه لا يقل عن 5,000 ريال لكنه لا يساعدها، هي موظفة طبعا، لكنه لا يساعدها بالمصروف الشهري وإنما يتركها هي تنفق من راتبها هي، هل هذا جائز أم لا؟ هو الواجب على الرجل أن ينفق على المرأة، قال الله تعالى في بيان الإنفاق الواجب على الرجل، قال ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالواجب على الرجل أن ينفق على المرأة، لكن إذا كان هناك اصطلاح أو اتفاق بأن تستغني المرأة عن الرجل أو أن فهذا على ما يتفقان، لكن من حيث الأصل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف حسب قدرته واستطاعته كما قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني صاحب القدرة مما قدره الله تعالى عليه. نعم. أما أن يتركها ولا ينفق عليها بالكلية مع حاجتها ومطالبتها فهذا لا يجوز. نعم. لكن كونها موظفة هل يبرر يعني هذا؟ كونها موظفة هذا لا يسقط حقها في الإنفاق إلا أن يصطلح بأن يقول أنا أمكنك من التعليم أو التعلم أو العمل ومقابل هذا
تتحملين جزءا من النفقة، أو يكون هناك عرف فالعرف له دور في ما تتحمله المرأة أو ما يتحمله الرجل. ذكرت أيضا أنها بسبب هذه المشاكل التي بينها وبين زوجها هجرته هي وتنام مع أولادها من فترة، هل هذا جائز لها أم لا؟ هذا لا يحل المشكلة، هذا يؤزمها. نعم، لأنه ذهاب هذا النوع من التواصل والتقارب بين الزوجين إذا كان ممكنا ولا يوجد ما يمنعه هو في الحقيقة نوع من تعميق الفجوة بينهما وترسيخ التباعد، فأقول لا تفعلي هذا الفعل، بل يعني ابذلي ما تستطيعين من الإحسان. نعم، والإحسان هو السبيل الأوثق لتحقيق وتحصيل المقاصد والمطالب. نعم، حسن الله عليك. معنا بتول من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام بتول، تفضل يا أختي. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ عن وقت صلاة الفجر. نعم، هو عادي مثلا نصلي بعد الأذان على طول، أو لازم، أنا سمعت أنه لازم ننتظر 25 دقيقة. طيب، سؤال آخر يا بتول. بس هذا، حياكم الله. خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام أخي خالد، تفضل. بس نسأل الشيخ على مسألة معينة، حين يعني واحد يصيب ذنب ويبغى يتوب، هل يتطلب أن يعني جزء من الندم أن يكون مغموم طول اليوم ما يتبسم ويكشر؟ طيب، سؤال آخر يا خالد. يعطيك العافية، حياكم الله. أبو رند من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو رند. حسن عبد الله، حياك الله، أهلا وسهلا. السؤال الأول يا شيخ، توضأت ثم لبست الجورب. نعم، وبعد لبس الجورب أردت نزعها لوضع علاج أو دهن. طيب، أو دهن القدم، فهل يجوز لي نزعها ثم لبسها في نفس الوقت؟ طيب، وتكون الطهارة باقية. السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني شيخ، بالنسبة يا شيخ لتخفيف الحواجب للرجال، هل في حرج؟ طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث شيخ، يا آية يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة. نعم، ليش ذكر مبينة؟ ما يكفي فاحشة كذا؟ طيب، سؤال آخر. نعم شيخ، السؤال الأخير، دخلت المسجد صليت تحية المسجد. نعم، وأثناء الصلاة وأنا في الركعة الثانية أقامت الصلاة وكبر الإمام وأتميتها خفيفة، لكن بدأ الإمام بالفاتحة، فهل أعتبر قمت بالحق تكبيرة الإحرام أو؟ طيب، سؤال آخر. جزاك الله خير، حياكم الله يا برند. نعود للأسئلة مرة أخرى. هو في الحقيقة نعود لمشكلة الأخت، لأنها هي حسب قراءتها طبعا اختصار الوقت لم أشرحها، خاصة ليس لها كبير فائدة، لكن المشكلة متأزمة بشكل كبير، يعني لا أعتقد أن القضية يحلها يعني تحل بسهولة، ولذلك كونها تهجر الزوج لأجل عدم إنفاقه عليها ولنوع من التأديب بسبب أنها رأت منه بعض المواقف التي لا تحتملها أي امرأة، كانت تهجرها لأجل فقط إشعاره بأنها يعني على غير صواب، بأنه مهملها، بأن هذه التصرفات التي تبدر منه ليست تصرفات صحيحة، هل هذا تؤيد عليها أم لا؟ لما سألتها يعني أنا ما أدري، أنا أجبت عن نحو ما سمعت. نعم، والتفصيل الذي ذكرت قد يكون فيه شيء أيضا لم يبدو، فأقول في الجملة الأصل دفع الإساءة بالإحسان، هذا الأصل، لكن هل يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها إذا كان الرجل مقصرا؟ نعم، التقصير يختلف درجته وتختلف مرتبته. نعم، ويختلف آثاره، يعني مثلا هي الحياة هي الزوجية هي، وبالتالي هي تطلب منه إذا كانت إذا كانت هذه المخالفات أو التقصير يؤدي إلى اختلال الحياة ولا يمكن أن يصبر عليه وهو نوع من الإضرار، فعند ذلك لا يمكن أن نقول المرأة عاشريه بالمعروف وهو يعاشرها بالإساءة، بل لو قابلته بمنعه شيئا من حقوقه كما منعها حقوقها فهذا من العدل الذي قال الله تعالى فيه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة مثلها، لكن هذا لا يكون، وأعود وأقول لا يكون إلا عندما تصل الأمور إلى طريق يصعب معه التعديل. نعم، بالإحسان. أما الأصل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تفضل. عفوا. طبعا هي طلبت منه مثلا، يعني هي لا تطلب منها أكثر من 500 أو 200 ريال فقط لنفقة الأولاد، يعني مبلغ زهيد جدا، ومع ذلك هو لا يعطيها، وأيضا في المقابل أحيانا هي ما تعطي الأولاد من نقود
هو ياخذها من ام الاولادها هنا بقول يعني هذا اللي يدفعني الان الى ان فعلا الموضوع اكبر من انه يحل بمعاشره. لذلك اتوقع انها ياسه سؤال اخر تقول متى يباح للزوجة طلب الطلاق وما أدنى المعاشرة بالمعروف؟ يعني لأن دائما أحيانا تكون نصيحة للمرأة يعني هي نصائح ما يقال من نصائح معلبة عامة، لكن إذا دخلنا في وسط المشاكل تحدث في البيوت نجد أحيانا فعلا المرأة ربما تهضم في بعض المطالبة بحقوق وفي المقابل الرجل قد لا يعطيها الحقوق التي التي أمر الله عز وجل بها. ولكن لا سبيل لمعالجة مثل هذه القضايا على الملأ بالدخول في التفاصيل. نعم. لأن التفاصيل أولا أن تسمع من طرف ولا تسمع من طرف آخر. صحيح. وبالتالي هي هو هذا ليس مقام حكم ولا مقام يعني قضاء، إنما هذا مقام إفتاء، وقد يقترن معه توجيه في كثير من الأحيان. وبالتالي يعني إعطاء الحلول التي فصل وتطابق عين المسألة هذه لا يمكن أن تكون في مثل هذه القضايا إلا بمباشرة الإنسان لهذه القضية بالسماع والمناقشة، وقد لا يكفي فيها طرف واحد. ولهذا تأتي الأجوبة فيها نوع من العمومية، وقد يتبادر للسامع إن هذا نوع من يعني التقصير أو التنقص من حق المرأة في مقابل أن الرجل يستأسد ويأخذ كل حقه. الصحيح أنه يعني نحن لا نستطيع أن نقول إيه الله يقويت إن إسلامي معه إلا لجأت في بوجهه. نعم. ما يمكن نقول هذا الكلام مع أنه قد يكون يستوجب هذا الفعل، لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول مثل هذا الكلام، لأنه لن يصل به إلا إلى نوع من الانفصال التأزم. وبالتالي أنا أقول إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود ولا سبيل إلى المعالجة، عند ذلك الطلاق مخرج، يعني مخرج لحل مثل هذه القضايا. لكن الحكم بأنه هذا هو الخيار الأمثل يحتاج إلى تفكير وإلى استشارة وإلى استخارة. وإذا توصلت المرأة إلى أنه ذهابها وبعدها عن هذا الرجل أفضل لها من البقاء، عند ذلك إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبها. إذن نحن أيضا نصح الأخت لو تستشير بشكل شخصي أحد المشايخ في هذه المشكلة بحيث أنها تأخذ الإجابة يعني بشكل دقيق. قريب من هذا فضيلة الشيخ سؤال آخر، إذا امتنعت الزوجة عن زوجها بحكم أنها متعبة مثلا لسبب ما أو مريضة أو غير ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج عليها، ويجب على الزوج أن يراعيها. مثل ما إذا امتنعت منه لعذر شرعي كالحيض والنفاس، فلها أن تمتنع منه لعذر بدني حقيقي. وهنا الزوج إما أن يقدر وإما أن يسعى في حل مشكلته بطريق آخر، من جهة إذا كان يمكن أن يتزوج، إذا كان يمكن أن يقضي حاجته بغير هذا الحال. يعني المهم أنه يبحث عن حل لمشكلته إذا وصلت الأمور إلى طريق لا يمكن أن يعني تستقيم حياته إلا بهذا. سؤال يتكرر كثيرا، ما هي حدود عورة المرأة أمام محارمها وأمام النساء؟ الأصل في المرأة أن تجتنب كل لباس يفضي إلى الفتنة، وأن تلبس ما يسر العورة ويجمل. يعني الفتنة لا يعني أن امتناع من البعد عن الفتنة لا يعني أن لا تلبس جميلا، فالجميل مما امتن الله تعالى، الجميل من اللباس مما امتن الله تعالى به على بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من الألبسة: ما يواري العورات ويسترها، وما يتجمل به، وهذا كله لباس الظاهر. والقسم الثالث وهو لو شئنا قلنا القسم الثاني لباس الباطن وهو لباس التقوى. وهذا الذكر للباس التقوى في هذا المقام إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون اللباس الظاهر مضعفا لهذا اللباس الحقيقي الذي هو معنى الجمال الحقيقي الذي ينفع الإنسان ويدفع عنه المضار، وهو أن يكون قلبه قد لبس لباس التقوى فملئ بتقوى الله تعالى وطاعته. فلهذا نقول كل لباس يخرج عن حد التقوى ينبغي البعد عنه. وأما ما تلبسه المرأة في, 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 في أمام الرجال هو كل ما لا يدعو إلى الفتنة مما جرى به العرف المستقيم، لأن الأعراف بعضها قد يصل إلى نوع من الانحراف فتبدي المرأة شيئا كثيرا من بدنها عند محارمها، وهذا لا شك أنه سبب لكثير من المفاسد التي تقع. وأيضا يعني في النساء ينبغي أن تبعد عن كل ما فيه فتنة
وتلبس الجميل الذي لا يفضي إلى التعري ولا يصف ولا يشف ولا يدعو إلى رذيلة وفساد. يعني تحديدات يطلبها الناس في اللباس، بمعنى أنهم يطلبون مثلا يعني إلى أي موضع يكون الكم، هل إلى الربع إلى النصف، يعني تحديدات ليس هناك ما يمكن أن يستند إليه، وهذا مقام بيان أحكام شرعية، وبالتالي لابد أن يستند الإنسان في مثل هذا إلى بيان واضح. ما ندعو إليه هو أن يدعى إلى الستر الذي يحصل به أمن الفتنة من كل وجه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية مثلا أن لباس الصحابيات كان من رسغ اليد إلى أخمص القدم، لكن مطالبة النساء اليوم بمثل هذا أو يعني ذكر مثل هذا قد لا يفيد في عرف الناس الذي أصبح في كثير من الناس يتخففون من اللباس. جزاك الله خير. بتول من السعودية سألت يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي الفجر بعد الأذان مباشرة؟ هو الأصل أنه إذا أذن الفجر أن يدخل الوقت، فإذا كان الأذان متقدم على الوقت كما هو الشأن في كثير من التقاويم التي يعتمدها الناس في دخول وقت الفجر، فعند ذلك ينبغي التأخر إلى أن يتيقن من طلوع الفجر، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الفجر قد طلع وبين أن يكون لم يطلع فالأصل عدم طلوعه. ولهذا نص الفقهاء على أنه إذا أخبر الإنسان بخبر فجاءه من يخبره بأن الفجر قد طلع وجاءه آخر يقول بأنه لم يطلع وكلاهما ثقة ليس فيهما كاذب أو جاهل، فعند ذلك يأخذ بقول المتأخر. بالنسبة للتقويم يعني هناك من يقول إنها مضبوطة محكمة، وهناك من يقول فيها تقديم يتراوحون في تقديم، أقل تقدير 5 دقائق وأكثر تقدير يصل إلى 25 دقيقة، والذي ينبغي الاعتدال في هذا، ولو أخرت 5 إلى 10 دقائق فهذا طيب. جزاك الله خير. خالد من السعودية يقول هل الندم المقصود حينما نقول الندم على ما فات سواء في ما يتعلق بالتوبة، المقصود به إظهار الحزن وإظهار التكشير وإظهار أو البكاء أو غير ذلك أم ماذا؟ الندم هو التوبة كما جاء في الحديث. نعم. التوبة الندم توبة، وهو أن يتألم الإنسان على مواقعته ما نهاه الله تعالى عنه أو على تركه ما أمر الله تعالى به. نعم. فهو ندم على المخالفة، هذا هو معنى الندم، لكن هذا الندم لابد أن يثمر نتيجة إيجابية، وهو اتباع السيئة الحسنة. ولذلك الله تعالى قال فمن تاب من بعد ذلك وأصلح وإني لغفار لمن تاب وآمن وعامل صالحا. فالشعور بالندم على ما مضى والحزن والضيق والذي يقعد الإنسان على العمل ويجعله محاطا بعوائق نفسية، هذا لم يأمر الله به ولا رسوله وليس مقصودا، إنما ندم يحمل الإنسان ويبعثه على اتباع السيئة الحسنة. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذنبا فقرأ عليه قول الله تعالى كما في الصحيح أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. جزاك الله خير. معنا أم سلطان من السعودية. ألو أم سلطان تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. الله يجزاكم خير. وإياك. بس حاب أسأل، زوجي دائم يقول نفسي في أختك. ماذا يقول؟ دائما يقول في أختك. مدري ما السؤال غير واضح يا أم سلطان. عندك سؤال آخر؟ طيب علي من السعودية. عليكم. تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. سلام عليكم. السؤال الأول، ما حكم الزواج من أهل السنة والجماعة مع الحكم من الكتاب والسنة؟ علما إذا ذكر أن المتقدم من الصالحين عفوا علي الصوت عندك فيه تقطيع بسيط، عد السؤال مرة ثانية. ما حكم الزواج من أهل السنة والجماعة مع ذكر الدليل إما من الكتاب أو إما من السنة؟ ثانيا إن كان الزواج من أهل السنة لا يجوز، فهل يجوز الزواج من أهل الديانات؟ عفوا أخوي علي، السؤالك أن تسأل الآن عن أحكام الزواج بشكل عام أم تسأل عن نقطة محددة؟ عن نقطة محددة. سؤال أسئلة متواصلة كلها يربط بعدها. لا عفوا خلينا في السؤال الأول. إيه؟ وضح لي بالضبط ماذا تقصد.
لو قلت السؤال الاول والثالث تفهم. لا خليني اكمل ثلاث اسئله وبعدين شرحت بالكامل. طيب فهمت. السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني، ان كان لا يجوز الزواج من اهل السنه فهل يا علي علي نعم؟ علي عفوا يا علي، اذا عندك نقطه واضحه اعطناها بشكل دقيق. طيب يا ابوي انا من اهل التشيع، من اهل الشيعة علي. طيب نعم. انا اسال هل ما الحكم من الزواج من اهل السنه والجماعه؟ ما ذكر الدليل هذا اولا. طيب ثانيا اخوي علي ستسمع توجيه الشيخ ان شاء الله، شاكرين لكم مقدرين. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا التحايل على الربا، كيف يكون؟ أقصد صورة التحايل على الربا. التحايل على الربا يعني صوره كثيرة. نعم. وليس له صورة واحدة. نعم. لكن التحايل محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أولا لقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. قال بعض السلف في من يتحيل لأخذ الربا، قال لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. نعم. بمعنى أنهم ما احتالوا والتفوا للوصول إلى المحرم. نعم. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبته اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني بأقرب. نعم. الحيل. وهنا نقف، ما هي الحيلة؟ نعم. الحيلة هي التوصل إلى المحرم من طريق ظاهره الإباحة. نعم. هذا تعريف الحيلة. يعني إذا أنت الآن تصل إلى محرم، لكن حتى تروج أو تخرج نفسك من التبعة تصل إليه بما ظاهره الإباحة. نعم. وهنا نعرف الفرق بين الحيل وبين المخارج. نعم. المخارج هو سلوك طريق مباح. نعم. للوصول إلى مباح. أما الحيلة فهو سلوك طريق ظاهره الإباحة. نعم. للوصول إلى ما حرمته الشريعة. نعم. فالذي فعله اليهود على سبيل المثال لما منعوا من صيد السمك يوم السبت، ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة ونزعوها يوم الأحد. هم لم يصيدوا، لم يفعلوا صيدا يوم السبت. نعم. لكنهم توصلوا إلى ما حرم الله من صيد يوم السبت. نعم. بالحيلة التي ظاهرها الإباحة. نعم. فالتحيل على الربا هو أن يسلك طريقا ظاهره. نعم. الإباحة ليصل بذلك إلى ممنوع أو محرم شرعا. نعم. جزاك الله خير. معنا بسمة من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام أختي بسمة، تفضل يا أختي. أنا أشكرك على البرنامج، كثير نستفيد من هذا البرنامج. ونحن نشكرك أختي الكريمة. ثلاث أسئلة تفرمتم. تفضل يا أختي الكريمة. السؤال الأول، الإنسان الذي يصوم النافلة ولكنه يفطر أحيانا نصف النهار دون سبب، هل يثاب على الساعات التي صامها؟ طيب. السؤال الثاني. نعم. ما حكم قص الشعر للأولاد بشكل دائري وترك الأسفل؟ طيب. السؤال الثالث. من رسم. واصل يا بسمة. طيب. تفضل يا أختي. السؤال الثالث، بعض الطلبة أصبحت العلامات هي الغاية من العلم عندهم، وكذلك المعلمين بعضهم أصبح أهمه إرضاء المدير والمشرف. أرجو توجيه الشيخ للمسلمين أن يكون أهمهم إرضاء الله سبحانه وتعالى ونيتهم لله وحده. أبشر إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أختي بسمة. معنا أم محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام أم محمد، تفضلي. مسألة الشيخ. الشيخ اسمعك، تفضل يا محمد. بالله يا شيخ بسألك عن الأذكار حق الصلاة، أقولها قبل السنة ولا بعد الفرض على طول؟ طيب. السؤال الأول. السؤال. طيب. الثاني، مثلا أنا تجيني العادة وبعد إذن، بعد إذن مثلا الفرض صلاة العصر أو المغرب، فخلاص جتني، أقضي الفرض هذا ولا ما أقضي؟ طيب. سؤال آخر يا محمد. لا شكرا. الله يحييك يا أختي. نواصل أسئلة فضيلة الشيخ. من ضمن الأسئلة، أخونا بورند من السعودية يقول إذا توضأ الإنسان ثم لبس الجورب ثم بعد ذلك خلعه لأجل وضع مثلا دهن أو غير ذلك، هل ينقض الوضوء؟ لا ينتقض. هو يسأل إن أنه. نعم. نزعه وهو على طهارة. طهار. بمعنى. نعم. أنه على الطهارة السابقة، طهارة. نعم. الغسل، بس إنه احتاج لبس الجورب. نعم. ثم تذكر أو احتاج إلى أن يدهن قدمه قبل أن ينتقض وضوءه. نعم. قبل أن يمسح. فهنا إذا نزعه ثم عاد اللبس هنا لا حرج.
لأنه لم يمسح عليه، هذا كما لو كان لبسا جديدا. أما إذا كان هذا النزع بعد أن مسح مسحا على مسحا بعد حدث، ففي هذه الحال هذا النزع ينقض الوضوء. أي نعم، جميل، جزاك الله خير. ينقض الوضوء في قول الجمهور. أي نعم. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهو الراجح أن الوضوء لا ينتقض. لكن سؤال، هل له أن يعيد لبس الجورب ويمسح عليه؟ الجواب لا. أي نعم. هذا لا يكون، لأن المسح، لأن الطهارة التي لبس عليها الخف في هذه الحال بعد نزعه طهارة مسح وليست طهارة غسل. جزاك الله خير. تخفيف الحواجب بالنسبة للرجال، الرجل والمرأة فيما يتصل بالحاجب كالرجل سواء، والرجل كالمرأة في هذا الجانب. إيه؟ فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، يشمل الرجل والمرأة، فما يمنع إيه؟ في حق المرأة يمنع في حق الرجل. طيب السؤال، لماذا قال لعن الله النامصة والمتنمصة ما قال النامص؟ الجواب إيه؟ لأن هذا يكثر في النساء وهو غالب أكثر منه في الرجال، ولذلك ذكر النساء، ذكر اللعن في حق النامصات، والرجال داخلون في الحكم لعموم الرجال وشقائق النساء، والأصل استواء الأحكام إلا أن يدل الدليل على التخصيص. جزاك الله خير. يقول، هل المسكر ينقض الوضوء؟ المسكر ينقض الوضوء كيف يعني؟ يعني إذا كان مسه أو شربه؟ لا، شربه طبعا. شربه نعم. إذا كان غيب العقل فهو كالنوم، مظنة حدوث حدث، وبالتالي فإنه يتوضأ. نعم، أحسن الله إليك. لأن لغياب عقله فهو كالنوم. نعم. مظنة ذهاب العقل فيتوضأ. أحسن الله إليك. أبو رند من السعودية يقول إنه صلى تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فصلى الباقي بشكل سريع ثم بعد ذلك دخل مع الإمام، يقول دخلت مع الإمام وقت الفاتحة، هل يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال إذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا. نعم. فتدرك تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم بعد إمامه. نعم. أما إذا غاب وجاء بعد قراءة الإمام أو بعد مضي مدة من تكبير الإمام فهنا لا يكون أدرك، حتى لو أدركه قبل الركوع. نعم، أحسن الله إليك. يقول بعض الدول، هذه من رسائل نصية، بعض الدول يضعون الميت فوق الأرض ثم يغطى، بمعنى أنهم لا يدفنونه في داخل الأرض، ما الحكم بذلك؟ كيف يعني؟ يعني يكون القبر مبني فوق الأرض وليس مدفونا في داخل التراب. الأصل في القبور أنها في الأرض. هنا. وهذا ما جرى عليه بنو آدم منذ أن علمهم الله تعالى ذلك، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، هذا الأصل. هنا. فإذا لم يكن مكان أو اقتضت مصلحة خلاف هذا فهو خلاف الأصل، ولكن هذا ينبغي أن يقدر بقدره، وإلا في الأصل في الدفن أن يكون في الأرض. نعم. التكبيرات، وهذا سؤال لأخينا بسارة في منتدى البرنامج، يقول بالنسبة للتكبيرات حينما يكبر الإنسان للركوع أو يقوم أو للسجود مثلا أو يقوم من، متى يكون بالضبط؟ هل هو بمجرد البدء بالحركة أم الانتصاف فيها أم بوصول للركن الآخر؟ لا، هو لا يؤخر التكبير إلى أن يصل إلى الركن. نعم. الآخر، إنما التكبير حين الانتقال، ولذلك جاء في وصف تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين رفع وفكبر حين ركع. نعم. وقال سمع الله لمن حمده حين رفع، فهذا يكون في الانتقال، يعني في مدة الانتقال بين الركنين من بدئه إلى وصول هذا مع موضع، لكن لا يؤخره حتى يصل. فإن من العلماء من قال إنه إذا وصل إلى الركن الذي انتقل إليه فإنه لا يقول، لأنه يكون ذكرا، يكون في هذه الحال ذكر فات محله. نعم، جزاك الله خير. فإن تعمد وكان الذكر واجبا كما هو قول الحنابلة تبطل صلاته. نعم، إذا كان متعمدا. نأخذ سؤال أخينا علي، طبعا أنا يمكن قطعنا عليه السؤال لأن أحيانا بعض الأسئلة ربما يكون فيها نوع من الإيهام، لكن مجمل سؤاله، الزواج من إذا كان هناك اختلاف في المذهب، هل هذا من الأمور الجائزة أم لا؟ على كل حال يعني هو يعني الآن الأخ. نعم. علي يقول أنه من الشيعة ويسأل. نعم. هل يجوز التزوج من أهل السنة والجماعة؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو لا يخاطب بالجواب،
إنما يخاطب من تقدم إليهم، لأنه هو مو بسائل يعني السؤال يأخذ عنا هل يجوز أو لا يجوز. إذا كان سيتقدم فسيتقدم، لكن من تقدم إليه، من هو على هذه الشاكلة، فقد جاء في حديث أبي حاتم المزني وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقوله إذا أتاكم من ترضون دينه يشمل الرضا بأمرين: الرضا بالدين العملي والدين الاعتقادي. وما في شك أن الدين العملي والدين الاعتقادي يشمل أن يكون الإنسان سليما في ديانته بإقامة الصلاة والقيام بالواجبات، وسليما في اعتقاده بأن لا يعتقد اعتقادا منحرفا خارجا عما دل عليه الكتاب والسنة. فكل من اعتقد يكون نقصا خلاف الكتاب والسنة، فيكون هذا نقصا في دينه. ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأنا أقول لأخي علي: بصرنا الله وإياك بالصواب، ورزقنا الله وإياك اتباع خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله على أهل السنة والجماعة أن جمع الله لهم محبتين: محبة آل البيت ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبهما تكمل السعادة. ومن ظن أنه لا يمكن أن يجمع بينهما فهو كالذي يقول: لا يمكن أن يجتمع في الناس خير وشر، أو لا يمكن أن يجتمع في القلب إيمان وتقصير. هذا شيء ليس بصحيح. نحن نجمع بين محبة هؤلاء كما أننا نحب الملائكة، وحبنا للملائكة لا يؤثر في حبنا للأنبياء، ونحب الأنبياء جميعا، وحبنا لنبي لا ينقص حب نبي آخر، مع أنهم متفاوتون في الفضل ومتفاوتون في المنازل. تفاوت الفضل والمنازل لا يعني شيئا. فنحن نحب آل البيت، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل محبة الجميع من الدين الذي لا يصح دين أحد إلا به. يعني لا يصح دين أحد يبغض آل البيت، كما لا يصح دين أحد أن يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جميل، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أختنا بسمة من الأردن تسأل عن الصيام النافلة، هل يجوز قطعه؟ يجوز قطع صيام النافلة، وهي سؤالها تحديدا: هل لها، هل لمن صام نفلا ثم أفطر أجر فيما مضى من صيامه؟ فيما مضى من صيامه. الجواب أن الله تعالى يقول: إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لكن هذا الجزء من الصيام لم يأتي أجر وثواب على صيام جزء من النهار إذا كان الفطر اختياريا. أما إذا كان الفطر لمرض أو لعذر، فهذا فيه حديث بموسى الأشعري في الصحيح: من إذا ما مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. لكن فيما يتعلق بهذا، الله لا تعالى لا يضيع عمل عامل منكم، مثل تماما من صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة وقطعها، ما نقول هذا العمل الصالح الذي مضى لا أجر فيه. فيه أجر، لكن ليس فيه أجر صلاة ركعتين، وليس فيه أجر صيام يوم، إنما هو جزء من الأجر الله أعلم به. جميل، جزاك الله خير. أختنا تذكر أحيانا الأولاد تقص شعورهم بطريقة بحيث أنه يترك الشعر الأعلى كما هو، وأسفله يؤخذ أسفله أو جزء من أسفله، هل هذا يعتبر من القزع منهي عنهم؟ لا، القزع لا يكون إلا بالحلق. حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا القزع. أما التخفيف فهذا ليس قزعا، ولكن ينبغي أن يتجنب التشبه في هذا. أما مسألة أنه هل هذا قزع أو لا، ليس قزعا أن يحلق، أن يقصر من بعض أطراف شعره ويترك البعض الآخر. أحسن الله عليك. إحدى الأخوات تقول، طبعا هي متزوجة من شخص حاله المادية، طبعا هو متزوج زوجتين وحالته المادية متوسطة أو أدنى من ذلك، تقول وهي حالتها المادية جيدة ولا الحمد لله. طبعا هو لا ينفق على البيت نهائيا بحكم أنه عنده بيت آخر وأن وضعه ليس بالوضع المادي الجيد. تقول: بناء على ذلك، هل يجوز لي أن أخرج للأمور الهامة بدون مهمة بدون علم زوجي؟ وهل له القوامة المطلقة في مثل هذا الحال؟ لا، طبعا تكلمنا عن هذا، لكن تكلمنا عن الخروج. لكن هو شو تسأل، يعني هل كون يعني رجل لا يستطيع أن ينفق بحكم أنها هي تدفع الإيجار وهي تشتري كل مستلزمات البيت؟ يعني تبيه هو يستأذن منها إذا أراد الخروج؟ لا، يعني لا، لأنها لا تدفع. لا، هي تقول: بما أنني أنا اللي أنفق،
فهل القوامة هل القوامة له؟ لا ما في شك، هذا ليس بصحيح. الله تعالى ذكر للقوامة سببين، فإذا انتفى سبب يبقى السبب الآخر. الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فذكر سببين كونها هي تنفق. لا شك أنه يعني ضعف الإنفاق هو مما يعني يزعزع قوة القوامة، لكن لا يلغيها، وبالتالي يجب أن تستأذن من يعني حقوقه ثابتة على نحو ما تقدم في قضية الخروج في كل الأمور، يعني وهو الخروج وغيره من الحقوق، الخروج وغيره من الحقوق ثابت له. يبدو أن نقاشنا أيضا صار في نوع فيه من التفاعل. كذلك رسالة من إحدى الأخوات، هذه تقول هي تزوجت من شخص كان عنده زوجة أخرى، لما تزوجت منه زوجته الأولى هجرته وتركت أولادها، طبعا هو أخذ أولادها كلها وأتى بها عنده ويطلب منها أن ترعاهم وينامون معها في نفس الغرفة. تقول هل يجب عليها أن تخدمهم وتقوم على شؤونهم؟ هو طبعا يطلب منها ذلك، وهي أحيانا توافق حتى ترضيه وأحيانا ترفض هذا الطلب. على كل حال أنا أنصحه بأن لا يشق عليها في هذا الأمر، وأن يعني يراعي أن هذه يعني محسنة فيما تفعل، هذا ليس من واجباتها أن تقوم على أولاده من زوجته الأولى، لكن هذا لا شك أنه من الإحسان ومن تمام العشرة، لكن لا تجبر عليه. وإذا كان هناك إثقال عليها يعني يوجد حلا بإيجاد مثلا من يخدم أو بالاستعانة بوالدته أو يعني التفاهم مع والدتهم بحيث تحصل المصلحة ولا يتضرر الأولاد. كما أن المرأة يعني التي هجرت، هذا أنا أرى أنه من الخطأ الكبير ومن الجناية على الأولاد. يعني إذا تزوج زوجها وأخذ بما أحل الله له، كيف تجي يعني تراغمه؟ يعني أنا أعرف أن هي ما فعلت هذا إلا تقول خذ أولادك وهذا حقك وما جاك، بمعنى أنه نوع من المراغمة. لكن أنا أقول في مثل هذه القضية أو في غيرها من القضايا التي تتعلق بالأطفال، لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة، يجب ألا يكون الأولاد ضحية لمثل هذه الإشكالات. الأولاد ينبغي أن يعرف أن حقهم موفور على والدهم وعلى والدتهم مهما ساءت العلاقة بين الطرفين، فسوء العلاقة بين الطرفين لا يلغي حق هؤلاء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني نجمع عليهم سوءين، يعني طلاق وفراق وأيضا مراغمة بين الزوجين فيما يتعلق بحقهم، هذا من الغلط ومن الجهل. وأسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يرزقنا البصيرة، وأن نعلم أنه مهما طالت هذه الدنيا فلا بد أن تنتهي، وكل إنسان يخرج منها وقد أدى الحقوق وراقب الله تعالى فيما يأتي ويذر، أسلم له من أن يستأثر بالحقوق لنفسه ويثأر لنفسه بطريقة يندم عليها ولا يذكر فيها بخير لا في دنيا ولا في آخرة. جزاك الله خير. نوف عبد الله في منتدى البرنامج تسأل عن تغير النية أثناء الصلاة، مثلا تغير النية من كونها نافلة إلى فريضة أو كونها فريضة إلى نافلة، هل هذا جائز أم لا؟ تغيير النية الأصل أن يمضي الإنسان فيما نوى، لكن إذا كان هناك ما يوجب التغيير، فإن كان التغيير من فريضة لنفل المطلق فلا بأس ويكون له ما نوى. أما التغيير من مقيد إلى مقيد سواء كان نفلا أو فرضا فهذا لا يصح. جزاك الله خير. بعض القنوات الفضائية طبعا تظهر أو تزعم أنها يعني تأتي ببعض العلاجات من الطب النبوي. السؤال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج ما ذكر في بعض الكتب، هل هذا هل هو منه شيء صحيح أو منه شيء ضعيف أم ماذا؟ الحقيقة أن المسألة فيها نوع من المبالغة وفيها نوع من يعني هناك طرفان ووسط. هناك من يجعل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علاجا في المعالجة أصل وينبغي أن يقدم على غيره، ولو ثبت أن غيره أنفع منه فإنه لا يتجاوز، ويضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذه أدوية نبوية كأنه أوحي إليه بها، وهذا غلط. وهناك من يقلل شأن ما جاءت به السنة، خبر من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه شفاء ودواء، ويقول هذا لا ينفع وهذا ليس بصحيح. هناك وسط، وهو أن يقال ما ثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء فهو شفاء، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يتعبد
بالمعالجة به، فإذا وجد ما هو أحسن منه وأنفع فإنه صار إليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلم الناس الطب، إنما جاء ليبين لهم كيف يصلون إلى الله تعالى، وتكلم عن أشياء مما شاع في زمانه، لكن لا يعني هذا أنه لا يصار إلى ما هو أفضل منها وأنفع منها من وسائل العلاج والطب الذي تقدم وأصبح هناك يعني له معاهد وتجارب وطرق للاستشفاء. فمثلا لو أن أحدا يعني قال يعني ما يشاع أن الحجامة سنة، هذا غلط. من قال أن الحجامة سنة؟ أين الدليل في الكتاب والسنة أن النبي قال احتجموا أو ندب الناس إلى الحجامة؟ النبي فعلها على وجه العلاج وقال إن يكن الشفاء في شيء، يعني من أدويتكم، وهي الأدوية الشائعة في زمان صلى الله عليه وسلم، ففي شربة عسل وشرطة محجم ولذعة كي، فذكر هذه أدوية يعني شائعة لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مبتكرا لها، بخلاف مثل حبة السوداء خبر لا يمكن أن يقال إن هذا إلا متلقى عن الوحي، لما ما ينطق عن الهوى، فليس خبرا عن يعني عن تجربة. قال شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، معنى أن هي نافعة، وأيضا هي نافعة، هل هي بكل تقدير وعلى أي وجه وبكل كمية، وهل هي لكل الناس في كل حال؟ هذه مسائل تحتاج إلى نوع من التفصيل ونوع من التمييز. العسل على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شفاء كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، ولما جاء الرجل يشكو قال إن أخي يشكو بطنه فوصف له العسل فقال ما زاد إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، وأمره بالاستمرار في أخذه. إذن يعني ينبغي في باب الاستشفاء أن لا نصير إلى هذين الطرفين، إنما نتوسط، وهو أن ما كان شائعا من هذه الأدوية وأخبر النبي بناء على شيوعه فهذا إذا ثبت ما هو أحسن منه يصار إليه. أما ما جاء خبر أنه شفاء في ذاته وهو خبر ابتدائي، فعند ذلك يقال بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. شكركم قدير يا الله يحييك. أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم، موعدنا معكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة علمية الفحوى.